يكفينا ما شاهدناه يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة من لقاء المهندس عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة مع الناس، ثم رجع المهندس عبد الحميد دبيبة إلى بيته وركب كل مواطن انتقد الحكومة أو تكلم ربما بطريقة غير لائقة مع الرئيس رئيس الحكومة أو أي إن كان ربما يرى البعض غير لائقة. نحن يكفينا هذا، هذه هي الحرية التي ننشدها، تنتقد الحكومة بدون خوف، تتكلم مع رئيس الحكومة بدون خوف، وتذهب إلى بيتك وكأن شيء لم يكن، وهذه هي الحرية. تخيلوا أن هذا المنظر حدث مع أحد أبناء صدام، راهو المهدي البرغثي ليس منا ببعيد، ورفاق المهدي البرغثي ليس منكم ببعيد، راجل مروح لحوشة هو ولده وابناء عمومته الجيروحة قتيل، الجيروحهم يا جماعة قتلة بالعشرات، ولا واحد يقدر يحل خشمة. أقرب الأقارب اللي قالوا للمهدي البرغثي روح ومرحبا بيك وذبحوا الذبائح يوم روح تنكروا له وقالوا اجعلنا ما يروح. الحمد لله الحمد لله احنا في المنطقة الغربية كانوا يبون هكي وكانوا يبوا يعفسوا علينا هكي، لكن إرادة الله فوق إرادتهم. الحمد لله رب العالمين.